السلام عليكم، اش اخباركم؟ كل شيء بخير، نتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله، احوالكم طيبه. اليوم غادي نحضر معكم شرائح اما دان اما دجاج اللي بغيتوا البنات، بواحد التتبيله كيجيو رائعين، اما ديروهم في الفران ولا تقليوهم في الزيت فاش ما بغيتوا ديروهم، كيجيو من اروع نبات. هادو جربت بزاف ديال الطرق، هذه اللي كتعجبني بزاف. ندوزوا المقادير وطريقه التحضير. عندي البنات هنا 250، عندي 500 غرام ديال الشرائح ديال الداند. بغيتوا ديروا ديال الدجاج ديروهم. عندي هنايا تقريبا معلقه صغيره ديال الزعتر، غادي نحكو غير بين يديا. وعندي هنا راس معلقه صغيره ديال اكليل الجبل ديال اليزير مطحون. عندي هنا حامضه، غناخذ منها جوج معالق ديال العصير ديالها، اولا ديروا جوج معالق ديال الخل البيض ولا الخل الاخر ديال الحامض اللي كنديروا في الصالاد. عندنا هنايا الموطارد، عندي زيت البلدية، وفي العطرية عندي بزار، ملحة، شوية ديال السودانية، قزبر حبوب، وخرقوم بلدي. هادو هما العناصر اللي غادي نخدمو بهم البنات. وهذا، وعندنا لاشابلوغ، انا كناخد هذا يا البنات، راه كنصوبو تا في الدار غير ما متواجدش عندي، كناخدو عند واحد السيد كيصوبو على يدي، غزال في واحد النسمة زوينة بزاف، حسن من العادي. وعندي الدقيق الكامل، بغيتو ديرو دقيق لاخر البيض ديروه، اولا السميده ولا فينو اللي كيعجبكم. وعندي هنايا البيض، عندي هنا غير بيضه حتى نشوف لا خصني، وغادي نزيدو حيد اخر. هادو هما المقادير. ندوزو للطريقه ديال التحضير. بسم الله، غادي نديرو خرقوم بلدي البنات، يعني كون ميزانكم العطريه ماشي بالضرورة ديرو كتر ولا قل، راه تبارك الله كل شيء كيطيب وكل شيء غير. البزار نديرو غير واحد شوية، لحقاش غندير شوية ديال السودانية. درت خرقوم وبلدي، ودرت قزبر حبوب، ودرت شوية ديال البزار. أنا غندير شوية ديال السودانية غير شوية باش نسمن البنات. راس معلقة، اللي بغى الحار يزيدو. الملحة تا هي ديرو غير عينكم ميزة قياسكم، لحقاش غادي نديرو الموطا. الزعتر، داك راس معلقة ديال اليزير. صافي كنديرو البنات الثومه، نسيت ما ذكرتهاش، الثومه غبره، لما كانش ديروا الثومه الاخرى محكوكه كتجي زوينه. موطارد، جوج معلقات صغار، والعصير ديال الحامض، صافا البنات. وزدت جوج معالق ديال الزيت البلديه، وهذا وجوج معالق ديال الماء. غادي نخلط هاد العناصر كاملين. البنات شتي خلطنا كلشي، وغادي نشرملوهم هكايا بهاد الطريقه، كيجيو لذاد البنات، جربوهم وردوا عليا الخبر. نمشيو بهاد الطريقه تا غنشرملوهم كاملين البنات. و صافي البنات، من بعد ما رقدتهم قلت لكم خليتهم تقريبا واحد ساعه هادي باش عجنت وقرصت وجمعت كوزينتي. كناخذوهم كنديروهم في الدقيق الكامل هو الاول،
وكنديرهم في البيض. عاد كنديرهم في لاشابلور. شي مرة البنات ندير معكم هاد لاشابلور كيتجي رائعة من السما. نفس الطريقه الدقيق الكامل الا ما بغيتوش ديروه ما ديروش البنات، ديروا الدقيق البيض ولا اللي بغيتو نتوما ولا السميده. صافي غنمشي على هذه الطريقه حتى غنكملهم كاملين ونرجع معكم. هنا كملتهم البنات. راه هذه هي الطريقه ديالهم. انا غادي نقليهم، باغينهم البنات مقليين، مي اللي ما كيبغيش القلي ومحيد الزيت وهذا راه يقد يديرهم في الفران، كيجيو رائعين بهاد التبيله وهاد لا شابلور كتجي رائعه شي مره. وشوفوا نتوما لا بغيتوا نصوبها معكم ان شاء الله نصوبوها، وعلاش لا. انا غادي ندير الزيت سخن ونرجع معكم. هذا هو الشكل النهائي البنات ديال لي ستيك ديالنا، كيجيو على هذا الشكل. هادو شفتوا اللون ديالهم وكيجيو لذاذ البنات بهذيك التتبيله وديك لا شابلور. زينتهم بالخس ورافقتهم مع هاد السلطه، هذه عاديه غير بالباربه وخيزو والخيار وشويه ديال الخل شويه ديال المليحه. هذا هو الطبق ديال اليوم وهذا هو الفيديو ديال اليوم. نتمنينا الاعجاب ديالكم ان شاء الله، ولا عجبكم لا فيديو ما تنساونيش بلي لايك وبالتعاليق ديالكم الجميله، والله العظيم الا هي اللي كتحفزني وكتدعمني نزيد القدام. كنقول لكم شكرا بزاف، واللي كيشوف لاشين ديالي اول مره وعجبو المحتوى ديالها من طبيعه الحال ما كندخلوا للشاشين حتى كيعجبنا المحتوى يدير يشترك ويضغط على الجرس باش يوصلوا كل جديد ان شاء الله. وخليت لكم الراحة الى فيديو قادم ان شاء الله. بسلام عليكم.